له صعب يموت ولا يفقد الامل ما في قاموسه تعب وعشان هالديره قدر يكسر بايده الصخر من بعدها تقدر تقول انا كويتي وافتخر يا مجد يا مجد القادمين افتح مساء الخير، مساء الإبداع، مساء الإنجاز، مساء التميز، مساء كل شيء جميل يطل عليكم من خلال شاشة كويت سبورت ومن خلال برنامج كل فخر. هذا البرنامج الإبداعي التنموي المستدام اللي نطل فيه كل صيف عشان نثبت على بصمات وأيادي الإبداع الكويتية. مساء الخير أماني. مساء الورد هاشم ومساء الورد على كل المتابعين والمشاهدين. ويكند جديد وحلقة جديدة بإذن الله رح يعجبكم اليوم الوضع، لأن ضيوفنا جدا مميزين وفخورين فيهم أكيد. نفس حلقة أمس رائعة واليوم أروع بمتابعتكم، فخليكم معنا، إحنا معكم على الهواء مباشرة من الخمس للست. Stay tuned. طبعا راح نكون معاكم من الخمس لغاية الساعة الست في برنامج كل فخر. وفوق هذا وذاك عندنا الفقرة الجديدة المستحدثة الرائعة، يعني مقارنة أو خلونا نقول اقترانا بانتهاء أولمبياد ريو دي جانيرو، راح نطلع معاكم ونشوف فقرة أولمبيا ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية وبرنامج كل فخر. عودة معكم مشاهدينا وكل فخر، ونفس ما قلت لكم في البداية أن ضيوفنا اليوم مميزين جدا، مو بس احنا فخورين فيهم، الوطن فخور فيهم، الرياضات اللي قاعد يمارسونها، الطريقة اللي شرفونا فيها. طبعا الروح الرياضية مطلوبة، الربح والخسارة مجرد البداية، بس الناس عندنا هني مهتمة بألعاب كثيرة، أهمها اليوم نتكلم عن المبارزة مع الضيف الأول واللي هو عبد العزيز الشطي لاعب منتخب الكويت ونادي القادسية للمبارزة. يا هلا فيك. يا هلا، مرحبا فيكم ومساكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية على الاستضافة الحلوة. الله يعافيك ويخليك، وبما أنك أنت أحد لاعبين القلعة الصفراء، هذه القلعة الجميلة اللي ما هي إلا ولادة، خليني أنا قد ساوي حتى النخاع الكل يدري. زين، بما أنك أنت أحد أبناء القلعة الصفراء هذه، زين قبل أبلش بأي شيء، إبي ولا فلوري ولا إبي ولا فلوري ولا اللي هي الإبي؟ أنا لاعب سلاح الإبي. سلاح الإبي ما شاء الله، يعني في ثلاث خلنا نقول أسلحة مختلفة لسلاح الشيشة وسلاح المبارزة، الإبي والفلوري والسابر. السابر اللي هو تصير لمسات على كل الجسم، على نص الجسم من فوق، لبسهم يصير كأنه فولاذي. بالضبط. حلو، ممتاز. وصولا إلى المرحلة اللي أنت وصلتها، رفعت راسنا خلنا نقول بأولمبياد ريو دي جانيرو، إنزين متى بلش عزيز الشطي وشلون دش القلعة الصفرة وليش اختار سلاح الإبي من بد كل أسلحة المبارزة اللي موجودة؟ نادي القادسية طبعا كل لاعب، يعني أنا بلشت عمري صغير وايد صغير، أنا بلشت نادي القادسية من 97. طبعا بالبيت لازم يكون في رياضي، صعب إنه واحد يتجه حق نادي أو يشوف مثلا لعبة شذي من الله، ما يصير. وأنا عمري صغير، بس أنا بدايتي بنادي القادسية ما كانت مبارزة، أنا كنت لاعب طائرة، بلشت بداية مع أخوي العود. الرياضة بدمكم عندكم؟ إيه، إحنا العائلة الحمد لله رياضية، يعني من سباحة، يد، جمباز، طائرة.
انا اخوي العودي لعب طايره ولاعب معروف على مستوى الكويت، توه معتزل، حسين الشطي. والنعم. الله ينعم حالك. خذاني مع النادي يوم يومين ثلاث، شطكني بعد شهر شهرين يقول لي اطلع برا. ليش؟ قال لي انا، قال لي بشكل عام انا اشوفك انه بلعبه فرديه افضل. من بعد لعبه الطايره انتقلت حق التنس الارضي، استمرت يمكن هم فيها فتره طويله يعني خمس سنين تقريبا. من خلال هالخمس سنين انا كنت ازور ولد عمي يعقوب الشطي لاعب مبارزه ولاعب منتخب الكويت. من خلال زيارتي لهم شفت شيء غريب، يعني خاصه لما تكون انت بعمر صغير تشوف رياضه غريبه، لبس غريب، سيوف، على قولتهم اناقه رقي، وفوق كل هذا هم تشوف طيق، تشوف حركه وحماس، وجو اللعبه يشد للامانه، يعني التزام، يعني كبير وصغير يبلشون بوقت واحد، احترام القوانين، احترام الخصم، روح رياضيه عاليه، فيها مرونه، فيها سرعه، فالشغلات هذه بالعكس وايد وايد شدتني حق اللعبه، وقراري كان يمكن اسرع قرار بيوم واحد. الو انا ترى برا تنس ارضي، انا العب مبارزه، ابي مبارزه، انتهى الموضوع. ما شاء الله الثلاث لعبات هذه، خلينا نقول تنس الارضي والمبارزه والطائره كانت في القلعه الصفراء. اي نعم كلهم القلعه، والعائله ترى على فكره العائله عرباوي، انا ابوي عرباوي. حلو. لكن انت اللي طلعت ورحت جت القلعه الصفراء. انا واخوي مسمينا الخونه، احنا انا القلعاوي ما فيهم شيء يعني للامانه، ولا يهون اي نادي، لكن القلعه الصفراء لها حب، اللي لامس الحب هذا راح يعرف شنو انا اقصد، او اخوي عبد العزيز الشطي ايش يقصد بحب القلعه. هذا بيتنا الصفرة. بيتنا الثاني ما نقدر نستغنى عنه، ما يبي له. للعلم انا خصامي بعد. كفو كفو كفو. قل لنا عن تجربتك بريو دي جانيرو. طبعا تجربه ريو دي جانيرو تجربه اتمنى تنعاد كل اربع سنين للامانه. بطوله مثل هالبطوله حرام الواحد ما شارك فيها. التأهل كان صعب، أجواءها داخل القرية جدا صعبة، لما تتمشي مع أبطال، أي وايد حماسية، لما تتمشي مع أبطال العالم مو بس بالمبارزة بشكل عام، طالعين وايد لاعبين، يعني أنا مثلا رياضي أتابع طائرة، أتابع القدم، أتابع، لما تمشي ألقى مثلا لاعب تنس جوكوفيتش أو نادال يمي، قاعد يمي بالمطعم، شيء مو عادي، هو مصنف رقم واحد أو رقم اثنين وبطل معروف. على يساري هم وايد كانوا عامل مشجع واساسي، الحمد لله، وساهم في ان اتاهل. اكيد اكيد جدا اكيد. العامل الثاني طبعا هو الاكبر، الايقاف، ايقاف الرياضه الكويتيه، هذا طبعا شيء محزن خاصه. هذا كفيت ووفيت ما شاء الله عليكم. الحمد لله احنا تمنى، يعني مشاركتنا بحد ذاتها مثل ما قلنا من قبل انه يعتبر انجاز، قبل نشرف انفسنا وقبل احنا نستانس ان شاركنا، الحمد لله ان قدرنا نثبت حق العالم بان احنا كويتيين رغم الظروف الصعبه. تواجدنا في اكبر مجمع رياضي في اصعب بطوله ما في تتكرر، اكبر محفل عالمي، اكيد كل اربع سنين تتكرر، اثبتنا ان احنا كويتيين متواجدين رغم الظروف الصعبه، وهذه يمكن اصعب ظروف ايقاف دوله من ان تشارك تحت اسمها وتحت علمها، هذا يعني هذه مصيبة. كنت ورجال وقد المسؤولية، وكفاية كل واحد فيكم أخلى مسؤوليته من خلينا نقول رفع العلم الأولمبي، لأن أنتم ما تبون ترفعون أكيد إلا أكيد علم الكويت. سولفنا عن الحادثة هذه. طبعا إحنا من أول ما وصلنا برازيل، طبعا هذا الموضوع وايد انسأل كل مكان، سواء كان بشكل خاص أو بسائل التواصل الاجتماعي، أنتم شلون راح تشاركون علم أولمبي، راح ترفع العلم الأولمبي، غيره، هم ما يدرون شنو الأوضاع، إحنا هناك ما يدرون شنو. بداية ان ما نشارك في الافتتاح هذه احنا كنا رافضينها، يعني انا واحد من الناس كنت جدا رافضها، لان انا اوريدي وصلت هناك عشان اثبت حق العالم مثل ما قلت ان انا كويتي متواجد. صحيح. تقول لي ما شارك بالافتتاح، بالعكس انا بشارك عناد عشان اثبت حق الناس ان انا موجود، انا متواجد في هالمحفل. صح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا يعطونا اللجنه الاولمبيه في الاجتماع قالوا ان راح نعطيكم ظرف في مثل علامات ان تثبت ان انتم موجودين بالافتتاح، ويعطونا مثل باجه خضراء او علامه خضراء ان هذا اللي راح يشيل الاعلام. احنا خذينا هالعلامه وقطعناها بدون احد. كويتيين فيكم قوات باس مو طبيعيه، وهذا الشيء الحلو للامانه. احنا رفضناها، يعني حتى كلمنا رئيس الوفد، قلنا له كابتن عبد الهادي محمد اوجه له تحيه اللي ما قصر معنا الأمان، قلنا له اسمح لنا ترى احنا، قال انا جاي بقول لكم اصلا لا تاخذونها، هو حتى معانا حتى فكريا معانا، احنا كنا رافضين هالفكره، ان شارك اوكي بس ان نرفع علم هذا مستحيله. احنا مشاركتنا كانت في حاله شوي اوكي فرح وحزن بنفس الوقت، انا قاعد اتمشى وقدامي علم مو علم الكويت، هذه مصيبه. يعني حتى يوم حققنا ولله الحمد
كابتن مثاير فهد حاني وكابتن عبد الله بطلال عبد الله طرقي الرشيدي يعني ترى هم يعتبر شيء محزن انه انت تتوج وماكو علم وماكو شيء، هذه ترى مصيبه. العظه اللي عظها فهد الديحاني مساير خلينا نقول يوم ارتفع العلم هذه كفيله بانها تحسسنا بالغصه هذه. اكيد لكن والله. الاكبر من الغصه واللي كان اكبر من الغصه هو اصرار ابناء الكويت في السلطان خلوها تقط البني، لكن بدلت البني وشاركت وكان جسدها يحتوي على اعلام الكويت. عبد العزيز الشطي رفض انه يشيل العلم الاولمبي لكنه رفع اسم الكويت في هذا المحفل الدولي. فهيد الديحاني، عبد الله طرق الرشيدي، سعود حبيب الكندري، علي قلي والشباب كلهم خلينا نقول عباس قلي طبعا وكلهم ولا يعني ولا يهون اي احد يمكن نسينا اسمه من الناس اللي شاركت. خالد المضاف، عبد الرحمن الفيحان، عبد الرحمن الفيحان، العفاسي احمد، احمد العفاسي، ذكرنا الاسامي كلها، ذكرنا الاسامي كلها، كفوا ووفوا وشالوا اسم الكويت من خلال خلق واخلاق وتعامل رياضي ولا اروع متجسد اليوم امامنا باخونا عبد العزيز الشطي، وراه ايضا راح يكون احد الاشخاص العزيزين على قلبنا اللي رفعوا اسم الكويت في محفل ريو دي جانيرو. طيب المعنويات طبعا من بعد سالفه العلم خلاص عارفين التخبطات اللي صارت وعارفين النفسيه شلون قدروا مكتوب. مع ذلك ما شاء الله عليكم مشاركتكم بحد ذاتها هي رفع يعني الحمد لله، هي اثبات للعالم كله ان الكويتي أكيد. موجود الكويتي عنده كل شيء. طيب شلون كان التعامل معاكم كلاعبين هناك؟ كلاعبين طبعا حالنا حال اي لاعب اللهم بس القوانين مثلا في حال لان احنا مثل ما قلت متوقفين، فمثلا علم الكويت لازم اي شيء يخص دوله الكويت ما لازم ما نلبسه. وايد ناس تكلموا ان هذا ضغط نفسي وهذا روف، احنا اوريدي يوم شاركنا احنا تعدينا هالمرحله لان احنا رايحين وعارفين، احنا رايحين وعارفين، وحتى قبل اروح احنا واجهنا هالضغوطات قبل ان نتأهل. يعني انا واحد من الناس يوم انا ما تأهلت بعين حاشني الايقاف، انا حاشني الايقاف قبل اتأهل رسميا. فحتى يوم شاركت على سبيل المثال انا تأهلت من خلال بطوله التصفيات الاسيويه، يوم شاركت في البطولات هم نفس الشيء بدون علم، بدون شاركت تحت اسم الاتحاد الدولي للمبارزه، فنفس المشكله. فاحنا يوم وصلنا هناك احنا متعدين هالمرحله، الفكر كان كله ان نبذل مجهود اكبر من اللي احنا بذلناه ونحقق نتيجه، والحل والحمد لله يعني حققنا ميداليتين من اصل 8 أو 9 مشاركات، هذا يعتبر شيء جدا كبير. انا والفيل سلطان عباس ايضا والشباب الرماة يوم خسرنا ايضا خسرنا فارق جدا بسيط، يعني يمكن ابعد واحد فينا 3 أطباق عن النهائي، انا نقطه واحده علشان ادش الدور الثاني، عباس فرق ثواني اجزاء من الثانيه فازت بالتصفيات، ولكن ايضا الرقم ما ساعدها بشكل كبير. يعني الشيء اللي سويناه الحمد لله يعتبر وايد له رغم هالظروف ورغم الصعوبات. فوق الزين يا اخوي، وفوق وفوق وازين من الزين للامانه، والواحد يفخر لما يشوف عيال ديرته على الضغط النفسي على الضغط الرياضي على الضغوطات المحيطه فيهم أبو إلا أن يطقون ريل بالأرض وريل بالسماء ويقولون أكيد. إحنا عيال الكويت وهذه إنجازاتنا. الحمد لله، ألف الحمد لله، والأمانة إحنا حتى شفنا ردة فعل يعني أهلنا إحنا وحبايبنا من الأصدقاء، الدعم كان شيء وايد إحنا نفتخر فيه. يعني وايد ناس يكلمونا يقولون إحنا مفتخرين فيكم، نقول لهم لا والله إحنا اللي مفتخرين، المسجات والكلام الطيب والدعم والفيديوهات والصور والله العظيم قاعدين نشوف الاستقبال هنا، هي سوت كل شيء. شلون قول لي عن الاستقبال عن بالمطار شلون كان؟ كان يبتي والله وايد يبتي، شيء جميل. يلا سولف بدايه اول شيء انا مثل ما قلت ما شفت الاهل بدايه الفيديو لو تلاحظون انا استقبلتني الوالده، اول شخص استلمني الوالده ما شاء الله، انا احترمت شوي نفسي ما بينت ان كعبتي شوي عشان الوالده تخطيت هالمرحله، انا مو شايف امي سنه ونص هي اختي، فالشيء هذا جدا وايد صعب كان بالنسبه لي. الوالد شفته، اخواني شفتهم يروحون يردون، بس الوالده واختي ما شفتهم، وطول الوقت انا سافرت لي معه رديت السبت، يعني حتى رحلتي كانت طويله، طول الوقت انا قاعد افكر بالبيت شلون راح استقبلهم شلون راح اشوفهم. الشباب ايضا من الاهل والاصدقاء والاداريين واللاعبين من الانديه بشكل عام كانوا متواجدين، ربع الديوانيه اكثر من ديوانيه ربع الكره كلهم كانوا متواجدين. يعني المدرب انصدم حتى بعدها كلمني قال لي هذول منو؟ قلت له ولا راح تعرفهم، لأن أعد كم شخص أذكر اسم كم شخص، وايد تقدير من الناس هذا اللي تحب. أيوة أنا حسيت أنا تأثرت والله العظيم شيء جدا مشرف، أنا الأمانة ذكرته من قبل وقلتها، أنا كلي فخر بأن أشوف هالناس كلها
تدعمنا وتشجعنا الأمانة، نفتنا حتى المشكلة اللي احنا كنا نواجهها الأمانة. برنامج اسمه رائع والشباب اللي قاعدين كلنا فخر فيهم بالعكس وجودكم. يسلمك. انزين المشاركة في محفل ريو دي جانيرو خلنا نقول وبعد 4 سنين بإذن الله يكون مشول الإيقاف الرياضي وتشاركون تحت علم الكويت و المشاركة هذه تشكل نقطة فارق عند أي لاعب، تنقله 180 درجة. أكيد. أنا عبد العزيز الشطي لاعب المبارزة شاركت في محافل دولية، لكن أكبر محفل دولي أعطاني 1 و2 و3 و4. شنو أهم شيء اكتسبته من خلنا نقول مشاركتك بدورة الألعاب الأولمبية؟ مثل ما قلت طبعًا تتواجد مع لاعبين نخبة، يعني بطولة المبارزة كانت 38 لاعب مشارك. هذا النخبة على مستوى العالم. 32 لاعب باختصار، 32 لاعب كلهم عندهم بطولات عالم. ما شاء الله. يعني على مستوى لاعبين أوروبيين كلهم عندهم عالم. بالاسم. المباراة الأولى كانت ما بالنسبة لي أنا ما كانت يعني مفاجأة، لأن أنا كنت متحذر للأمانة. حبيت وايد إن أفوز أول لعبة، بس ولكن الله ما كتب، يعني فرق نقطة قدام لاعب كبير. صاحب خبرة يشارك في عدة بطولات خاصة في السنة الأخيرة. شرف الخبرة والممارسة كفاية. أكيد هذا وايد وايد شيء حلو، يعني الحمد لله أديت اللي علي. طبعاً ما راح نوقف حتى بعد المشاركة هذه، أنا مو واقف. قبل مشاركتي كان في إعداد خاص من خلاله، ولو كان فترة جداً بسيطة، ولكن كان شيء مرتب لله الحمد، يعني بمساعدة الجهاز الفني والإداري من الاتحاد الكويتي للمبارزة، الهيئة العامة لشباب الرياضة اللي ما قصروا أعطوني هالدعم. معسكرين كانوا بالخارج في جورجيا وإيطاليا. ما شاء الله. تبليسي حلوة ها؟ تبليسي جميلة جداً والأجواء حلوة حق المبارزة. والأجواء انصدمت إنه مو بس مبارزة رياضية. وايد رياضية، يعني في أماكن عامة أنا رحت لا عندهم الرياضة شيء قوي. تبليسي كانت فقط مدة، يعني المدة اللي كنت فيها بجورجيا بس للياقه البدنيه. ما شاء الله من كثر ما هي الاجواء حيل حلوه، خاصه الطبيعه، الجو الطبيعي. ايطاليا كان بشكل تكنيكي اكثر، يعني خاص في لعبه المبارزه جوها كان كله مبارزه على فترتين، وكنت مشارك مع منتخب الاولمبي، منتخب ايطاليا الاولمبي، هذا هم زاد من المستوى والله. ما شاء الله. بعدها توجهت حق البرازيل، جونا الحين بعد البرازيل انا ما راح اوقف، أنا احتمال كبير، يعني يمكن هذا ما قلته حق أحد، أنا إن شاء الله بشهر 9 أتوقع 12/9 راح أشارك في بطولة العالم. ما شاء الله. للحين أنا ما أدري شنو الأوضاع، لأن للحين المشكلة 9/9 أي 9/9 الحين، يعني 10/9 أي 10/9 راح أسافر، 12 البطولة بس راح لازم أناقش هالموضوع، إنه لازم يكون أيضا هو الاتحاد لا عنده علم بالموضوع، بس لكن صحيح. لازم نراجع القوانين، لأن ما ندري للحين مشكلة الإيقاف مع الأسف للحين ما انحلت، فلازم اشوف شنو اللي لي وشنو اللي علي. وايضا ما راح اختصر الموضوع ايضا على هالبطوله، راح اشارك في عده بطولات، راح اكون ملتزم ايضا مع مدربي سيرجي من جورجيا، راح اكون ملتزم معه ايضا في برنامج، وانا اوريدي عندي برنامج ان بدايه الفتره راح تكون محليا مع النادي الغاثيه، بس هم عندي برنامج مصغر انه راح يكون مكانكم حلو اللي بالدعيه بعد. اكيد اكيد وايد. يعني اعطر تحيه حق الاستاذ سلمان حاجي، الدكتور سلمان حاجي صار دكتور والدكاتره الجميلين اللي للامانه يمكن في يوم من الايام احنا تتلمذنا على ايدهم، كانوا مدرسين بدنيه وصولا الى هذه المرحله. دكتور سلمان حاجي انت درستني في ثانيه ابتدائي، ما شاء الله صرت دكتور، وصار هو الحين شنو؟ هو نائب رئيس الاتحاد. نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزه. رئيس الاتحاد كابتن ابو عديل عبد الله وعلان. المدير الفني اللي كان متواجد معي ابو بندر عبد الكريم الشملان، ايضا لجنه المنتخبات طارق مهدي، كابتن طارق مهدي اللي كانوا متواجدين للامانه معنا في كل وقت. يعطيكم العافيه للامانه ومنها للاعلى، وتستاهلون اكثر واكثر وزود خلونا نقول وزياده، لان انتم دائما رافعين اسمنا ورافعين اسم مرفوع، راسنا مرفوع باذن الله دوم. أكيد. ان شاء الله. اكيد. حال المبارزه بالكويت جيد ولا لا؟ جدا جيد. الدور الكويتي صعب، وايد صعب. انا قبل اتاهل حتى قبل اروح حق بطوله التصفيات، الاختبار الاول كان ان اكون مصنف رقم واحد، شلون تكون رقم واحد؟ انا ما كنت رقم واحد. فيوم كانت عندي 4 مشاركات، بطولتين على مستوى الدوري الكويتي وبطولتين على مستوى تصنيف الاتحاد الكويتي. كانت الخطه لا تجيب مراكز اولى في جميع البطولات ولا ما راح اسافر. الحمد لله توفقت ان حققت 3 ذهبيات وبرونزيه في هالبطولات. ولما اتكلم عن الدور الكويتي تصريحي ما ادري يفهمونه غلط صح، اللاعبين يخرعون الدور الكويتي، لاعبين المتواجدين في بطوله الدور الكويتي
البطولة يشكلون خطورة. يعني شو أقول لك، دور الكويتي أصعب من بطولة الخليج بالنسبة لي أنا، لأن عارف اللاعبين أي أكيد. حتى بطولة التصنيف، بطولة التصنيف لما تدش تشوف مثلا 15 لاعب أو 20 لاعب مشارك كلهم مثلوا المنتخب الكويتي. أنت قاعد تسولف مع أبطال عالم، ما شاء الله، أبطال آسيا، أبطال خليج، أبطال عربية، ويشاركون في بطولات عالم، أنت شلون راح تتفوق عليهم كلهم؟ فهذا شيء وايد صعب. حتى فارق التصنيف راح تلقى فرق بينك وبين الثاني كخمس نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، حتى الثاني والثالث كذي نفس الطريقة. فبطولة الكويت وايد وايد صعبة، مو سهل إن الواحد يفوز بها. بس أنتم قدهم بدعين، إيه أنتم قدهم بدعين طبعاً. أشكرك جداً على وقتك اليوم معنا، ومن هالأعلام إن شاء الله يا رب. مشاركتك كانت فخر لنا، وكلنا فخر إن اليوم إحنا معاك في هذا اللقاء، وإن شاء الله نسمع أصداء جميلة الفترات الجاية إن شاء الله. طمنتنا إن حال المبارزة بالكويت ممتاز الحمد لله، وطمنتنا إن قد ساوي بوجودك وطمنتنا بحال اللعبة الحمد لله. ما بقى إلا إنكم تكملون هذه المسيرة أكيد إن شاء الله الرياضية الرائعة، وتشرفونا أكثر وأكثر. أكيد. هل لكم طلبات؟ هل لكم شنو كلمتك اللي تحب توجهها حق الناس؟ طبعا مشكورين مجددا، يعطيكم العافيه على وقتكم انتم. الامانه شرف لي ان اكون متواجد معاكم بعد راسي، واللي ما في خير راسي بعيال ديرته ما في خير بنفسه. اكيد الناس كل الله. من خلالكم احب اوجه رساله شكر حق كل الاشخاص اللي ساهموا في وصولي لهالمرحله اللي انا فيها حاليا، سواء حققت مشاركه في اصعب بطوله وفي حال وصلت لمرحله او مستوى جدا جيد، من اتحاد الكويت المبارزة، من الهيئة العامة للشباب الرياضة اللي دعموني، نادي الغاثية أكيد هذا لازم أذكره، المكان اللي أسسني أكيد قلعة الصفرة. الشخص اللي وايد حاب أن أذكره كابتن سيرجي. كابتن سيرجي مو بس مدربي وأخوي وصديقي بنفس الوقت، لكن علاقتي أنا معاه أقوى من أي لاعب. وايد ضحى حتى بعائلته بشكل خاص علشان بس يتواجد معاي، وبوظيفته أيضا وايد واجه مشاكل. أحب أقول له مشكور سيرجي وما قصرت. أحب أيضا الناس طبعا كلهم الاتحاد والهيئة هذول ما قصروا. الشخص اللي يعتبر أنا أسميه الفارس اللي وقف معاي في أصعب الظروف، عادل ومان وحمزة اللي طلع لي ما أدري من وين الأمانة في أصعب ظروف أنا واجهتها، أعطاني سبونسر وأنا جدا جدا مبسوط. شركة وعوان البروتين، أكيد البروتين للأمانة أضرب لها تحية وأعطيها كل التقدير والاحترام. أنا ما زلت طبعا أحد أعضاء وعوان البروتين بطلب خاص منه أهوى، أشكره وايد على المساعدة الطيبة، وأنا كلي فخر بأن أكون أحد أعضاء وعوان البروتين. مشكور يا أبو حمدة وما قصرت. وإن شاء الله إن شاء الله أوعدكم الآيات تكون أقوى وأكثر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الآيات أقوى وأكثر وأجمل بإنجازات عيال الكويت الأروع والأروع والأروع. عبد العزيز الشطي لاعب المبارزة لمنتخب الكويت الدولي للاتحاد الدولي للمبارزة، والأجمل إنزين الحتة الصغيرة هذه اللي أنا أحب أقولها، لاعب القلعة الصفراء نادي القادسية. كل الشكر لك خوي عبد العزيز الشطي على تواجدك اليوم معنا على مقاعد كل فخر، وإحنا اليوم كلنا فخر بوجودك معنا في هذا البرنامج. مشكورين وما قصرتم. سلمك خليك يا أخوي. خلكم معانا، راح ننتقل معاكم إلى فاصل، ومن بعدها نرجع نتواصل معاكم مرة ثانية وبرنامج كل فخر، لا تبعدون. مرحب فيكم أعزائنا المشاهدين في فقرة جديدة من فقرات Move to Improve من برنامج كلي فخر. تعودنا أن نتكلم عن التنمية البشرية وأمور مختصة في التحفيز والقيادة وبناء فرق العمل في هالفقرة هذه. اليوم نتكلم عن شيء وايد مهم وهو إدارة الضغوطات، وبالتحديد بنتكلم عن شيء بالعامية بنقوله العزلة، العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية مو معناته أني أنا انعزل طول حياتي أو هذه طبيعتي أو أنا شخص منعزل، لا، أنا أتكلم عن العزلة اللي إحنا مرات بين فترة طويلة شهر شهرين مضغوطين بشغل شغل 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 وما نرحم نفسنا، ما نرحم العقل، ما نرحم القلب، ما نرحم البدن، ما نرحم أي شيء متعلق فينا بصحتنا أو حتى تركيزنا وتفكيرنا. حلو أن بين فترة وفترة أنعزل عن الناس وعن كل شيء، حتى عن التليفون،
احاول انعزل عن اللابتوب، انعزل عن كل شيء يشوش تفكيري وذهني، احاول انعزل كثر ما اقدر. التليفون بروحه هذا الداهيه مصيبه بالتركيز والتفكير، تحس بالك كله مشغول، سناب شات، تويتر، انستغرام، واتساب، مكالمات، مسجات، وايد امور شغله بالك بالتليفون، هذا بس بالتليفون، فما بالك برا بالشارع زحمه وهرنات ولويه، ترد البيت مسؤوليه عيال ومره، وانت يكونك مره مسؤوليه زوج وعيال وشغالات وشغالين بالبيت ومسؤوليه الدوام نفسه بروحه ولويته، فتخيل هذا كله يتراكم يوم 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 يوم، راح تحس انك بتنفجر من الداخل. ابسط شيء تسويه انعزل، انا واحد من الناس عقب شغل حيل كبير ممكن انعزل بداري يومين ثلاثة أيام ما أسوي أي شيء، مجرد حط راسي ومرتاح ومصفي ذهني عن كل شيء ومبتعد عن أي شيء خارجي برضه. كلش كلش تقدر تسافر، ما عندك وقت كلش، أقعد ساعة كل يومين كل ثلاثة أيام على البحر، بس صوت الموج وهو جاي، نسم البحر نفسه، النسيم نفسه، هذا العليل بروح يصفي الذهن، يعني يهدي البال، يخفف التركيز على الأمور اللي ما لها داعي. ما نشوف أغلب الأماكن اللي بالبيوت دائماً على غشمارة، الأم تقول ودي أطلع من البيت وأهدكم، بس ليش؟ لأنها متعرضة حق ضغوطات وما عندها وقت، بالذات الأمهات ما عندهم وقت يرتاحون فيه، أي شيء بترتاح فيه طقوا الباب عليها، الياهل تعبان، مريض، يبي بسكوت، يبي مدري شنو، يبي يدرس، بالدوام نفس الشيء، بالشارع، الزوج، بكل مكان في ضغط حيل كبير. أبسط شيء ممكن تسوينه، سوي شيء بسيط، بطلي لابتوب، تليفون، أي شيء أي شيء، سمعي شيء تحبينه، شوية قرآن، ساعة واحدة باليوم بالأربع وعشرين ساعة قبل النوم، بس خلي ذهنك صافي عن كل شيء. العزلة الاجتماعية المطلوبة، مو العزلة الاجتماعية المتعارف عليها اللي الواحد ينعزل عن الدنيا نهاية، لا هذا غلط، لكن العزلة الاجتماعية المطلوبة محتاجينها بين فترة وفترة عشان أنفسنا لها حق علينا، صحتنا لها حق علينا، جسمنا لها حق علينا، فلازم شوي نرحم حالنا. يعطيكم ألف عافية، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في فقرة موف تو إمبروف من برنامج كل فخر، مع السلامة. مرحبا فيكم ومعكم على الهواء مباشرة، ونفس ما قلنا لكم عندنا ضيوف مميزين شرفونا بالأحداث الرياضية اللي صارت بريو دي جانيرو. عندك الباجي. طبعا كلنا فخر اليوم أنه يكون أحد رماة المشاركين في هذا المحفل الدولي العالمي، أخ عزيز، خلونا نقول أستاذ رائع جدا في لعبته، في أخلاقه، في أخلاقيات التعامل سواء كانت رياضية أو اجتماعية، وفوق هذا وذاك ما على شوي أنا أبي أبين النزعة العائلية شوي. إنزين، أنا كل فخر بجلوسي اليوم أمام أحد خوالي، خلونا نقول، وأحد الناس اللي أمت لهذه العائلة الكريمة بصلة، الأستاذ سعود حبيب الكندري هذا الرائع والرامي اللي شارك ورفع خلونا نقول اسم الكويت في محفل ريو دي جانيرو. كلنا فخر أن قاعدين اليوم أمامك أستاذ سعود، وكلنا فخر أنك رفعت اسم الكويت في هذا المحفل العالمي الرائع، ونبارك لك بالمشاركة بحد ذاتها. الله يبارككم، مساكم الله بالخير أول شيء، ومشكورين على الاستضافة. الله يسلمك ويخليك. طبعا المشاركة بحد ذاتها في محفل ريو دي جانيرو تعتبر شيء مغاير لأي بطولة أنت قمت فيها أو شاركت فيها، خلنا نقول أستاذ سعود، فكلمني عن شعورك ونقطة التحول 180 درجة ما بين سعود الكندري وسعود الكندري اللي توه راجع من ريو دي جانيرو. طبعا احنا كرمات ترى نختلف عن باقي الرياضيات، الرياضة كاملة، يعني احنا عندنا مقاعد تأهيلية قبل لا توصل الأولمبياد، يعني يخصصون تقريبا 10 إلى 20 بطولة هي اللي تواجد فيها مقعد للأولمبياد التأهيل. ما شاء الله. اي طبعا تأهلنا احنا كست رمات من اتحاد الرماية الكويتي، وهذا الحد الأعلى للتأهل، لأن كل لعبة بس اثنين، كل لعبة اثنين، اي ما يصير تتعدى عن الاثنين، يعني لو تجيب 10 مقاعد بس حدك اثنين باللعبة. ما شاء الله. فكان يعني بالسكيت اثنين، التراب اثنين، دبل تراب اثنين. احنا بس احنا الدولتين الوحيدتين، احنا وايطاليا، تقريبا ايطاليا هي افضل
واحسن رمات بالعالم يعني بين رمات يسمونها هم يصنعون الاسلحه اي هم يصنعون الاسلحه وهم يصنعون الفشل كله فلله الحمد يعني مستوانا نفس مستواهم تبارك الرحمن هم انجزوا 3 ميداليات واحنا انجزنا ميداليتين حكم يعني الظروف اللي مرينا فيها وانت مثلك عارف قبل انا اطلع ومشاكل اللي صارت لنا والله الحمد يعني خذينا ذهبيه وبرونزيه طبعا اخوي فهد لما فاز كان الاسره اسره الرمايه كلها فايزة. والشعب الكويتي صحيح. يعني ما يخص ممكن يخص شخصه بس يخص بعدين الكويت كلها صحيح. لانه فخر لنا لما اوكي ناطريني تطلعني كذي لا انا قاعد افكر قاعد اقول الحين روح التنافس هناك غير عن اي شيء بالدنيا صح ان الواحد فيكم لما يفوز هناك تمثلون بعض والسعاده تكون بس في انت قلتها رياضه مختلفه عن باقي الرياضات الرمايه فيها طاقه غير فيها شعور ثاني فشلون كان روح التنافس هناك مع اللاعبين طبعا المتواجدين كانوا هناك ال 42 لاعب هذي نخبه العالم يعني ما تواجد هنا الا كان عنده مقعد يعني تقريبا احنا نتكلم بالتدريج على الاسيويه الاوروبيه الامريكيه طبعا في يسمونها هي اسياد اسيا فيكون لها مقاعد بالاسياد ويوروب تشامبيون نفس الطريقه لها مقاعد والامريكيه لها مقاعد وبعض البطولات المتواجده اللي هي والتشامبيون هي تصير فيها مقاعد اولمبيه فنخبه جدا مره ومرتين رامي 125 من اصل 125 ما شاء الله بس سبحان الله اليوم القانون جديد لما تدش الفاينل ينعد 0-0 من الجديد ولا قدر يتاهل وكان متواجد هناك بحسرته وقاعد يطالع الفاينل ولا قدر يرمي فيه وصولا الى ما شاء الله خلينا نقول مشاركتكم انتم كوفد كويتي في مختلف الالعاب الضغط النفسي يعني يلعب دور كبير استاذ سعود خاصه لما انت تكون مشارك الكل يدري يعني ما شاء الله التقدير خلونا نقول من الشعب ومن القيادات ومن الناس اللي تحب سعود الكندري وغيره من اللاعبين ولا هنا احد ما ذكرنا اسمه المشاركين بالاولمبيات التقدير هذا بحد ذاته يعطيك شعور لكن الحرب النفسيه على اللاعب مو حلوه كلش لما انت تروح تشارك وتدري سواء فزت او ما فزت انا مشارك بالعالم الاولمبي سواء خلنا نقول اقتنصت المراكز الاولى او ما اقتنصتها راح يرفع العلم الاولمبي كلمني عن الضغط النفسي هذا وشلون انتوا قدرتوا تتغلبون عنه كابناء الكويت والكل كان يدري لما سعود حبيب يطلع هو كويتي 100% سواء كان علم اولمبي ولا مو علم اولمبي رفع اسم الكويت اول شيء طبعا هذا شيء يعني مؤسف للامانه يعني ان انت تدري انك رايح متوجه هناك تحت العلم الاولمبي هذا واحد بس انت لازم تعرف بعد اللاعب تعبان مده 4 سنوات صحيح ان يركض وراء هذا المقعد عشان يوصل هذه المرحلة. طبعاً اتفقنا إحنا كرمات الستة المتأهلين كنا قلنا بعد هذا قدرنا ونصيبنا إنه لازم نتواجد ونروح. صحيح. الحمد لله توكلنا على الله وصلنا استخارة كلهم العموم وعلى قلب واحد قلنا خلاص لازم نشارك واتخذنا قرار وتحركنا بالأمر ولله الحمد ما قصر القيادة ويانا طلعونا طبعاً أنت هناك بالبرازيل ولا أي محفل أولمبي لأن لك كريدت كارت هناك وهو لي يقوم بالاعمال لك يعني مثلا صحيح. هو فيستك وهو انضاع انت ضعت. انزين. لما تواصلنا وياهم هناك حتى يعني اكلمك بالقريه ممنوع تلبس تيشيرت علم الكويت. هذا بحد ذاته ضغط نفسي ممنوع رهيب. ممنوع يمسكك يقول لك لو سمحت افسخ تيشيرتك. لابس كاب افسخ الكاب. يعني الربع يوم بالمحفل التكريم فتشوهم انه في علم وياهم ولا ما في علم وياهم. يعني شيء هذا يحز بالخاطر. صح. واحنا قاعدين على المنصه انا وياي كان علم اشجع الرامي عبد الله انا دشت النهائي سحبوا مني العلم فما يعني امر على قولتهم اقوى مني ما ولا اقدر يعني اناقشهم ولا لان في امر خطا واحنا المفروض يعني كرياضيين ما نتحمل الخطا هذا صراع كراسي ما المفروض احنا ندش فيه بس انتوا تغلبتوا على هذا الموضوع ورفعتوا اسم الكويت بس اساميكم طبعا مشرفين انتم طبعا هذا قضاء وقدر يعني ان الله وفقنا بهذه البطوله طبعا الرمات والاداريين والمتواجدين هناك يدرون ان هذيل الرمات الماخذين كويتيين فخر يعني ينادون فهد الكويتي عبد الله الكويتي اي والله هذا بحد ذاته للامانه كان انجاز ان ابنائنا واخواننا تغلبوا على كل العراقيل سواء كانت نفسيه رياضيه او غيره ورفعوا اسم الكويت لان كفايه لما يقولون سعود يقولون اي والله سعود الرامي الكويتي فهد الرامي الكويتي ورماتنا مرعبين على مستوى العالم هذا يكفينا فخر مرة ومرتين وثلاث حال الرماية معناتها بالكويت شيء وايد تمام صح؟
كرياضة احنا عشان لا تصير حساسية بين اتحادات ولله الحمد يعني افضل اتحاد بالكويت هو اتحاد الرماية ومنجز للأمان يعني واحنا اليوم افضل رمات آسيوي وافضل رمات خليجيين وافضل رمات عرب وانت نافس بيننا وبين العالم يعني ممكن عبد الله ياخذ ذهبية ممكن فايد ممكن السعود الستة المشاركين في الأولمبياد للأمانة أكلمك كلهم يعني يلعبون على الذهب بس تدري ظروف شوي ومن يتمالك نفسه بهذا الوقت أنه يقدر يسيطر عشان يوصل للنهاية لأن أنتوا ذهب وذهب منكم وفيكم الله يجزاك خير الله يسلمك ويخليك وصولا إلى مرحلة المشاركة في الأولمبياد والعودة من الأولمبياد ماذا بعد؟ سعود حبيب الكندري وين راح توصل من بعد هذه المشاركة بعد 4 سنوات راح نشوفك أيضا تقتنص الذهب بإذن الله في الأولمبياد الجاية دعواتكم أول شيء يا رب إن شاء الله على طوكيو إن شاء الله هيبكم باليابان 4 سنين القادمة إحنا طبعا الفترة هذه فترة الراحة يبدأ الموسم شهر 10 طبعا ترد نتجهز من جديد والأمانة الهيئة ما قصرت أعطتنا تالي أمس الأستاذ أحمد منصور وأستاذ محمود فليطي حاطونا تجهيز الرامي كامل أنت أدري أنت اليوم لازم تتطور ويا الرمات يعني البندقية لازم تكون من أعلى البندقيات واللبس برتة ولا براتسي ولا ايه؟ شو اللي تستخدمها أنت؟ لا أنا برتة أنت تستخدم برتة ايه؟ إيطالي ايه؟ ما يبي وحتى براتسي إيطالية حتى براتسي إيطالية ها؟ فجهزونا الأمانة وما قصروا وقالوا لنا لكم من إلى فإن شاء الله راح نتواجد بإيطاليا يمكن خلال بعد شهرين ثلاث نروح نخلص أمورنا فالرامي ما يقدر يبدل كل مرة يروح يخلص بندقة يخلص أموره خلاص يتمرن فيها خلال 4 سنوات حق الأولمبيات القادمة حق الأولمبيات القادمة إن شاء الله نتمنى أول شيء الحين الفترة لازم ناخذ مقعد الأولمبي بعدين عاد نجهز نفسنا حق الأولمبيات بإذن الله وأنتم تستاهلون كل خير للأمانة تستاهل الطيب والرفعة يا أخوي ومنها إلى الأعلى دائما السؤال عندك السؤال عندي فضول أبي أعرف شنو صاحب السمو قال لكم وش رأيكم باستقباله لكم طبعا صاحب السمو للأمانة اول شيء مقابلته يعني جدا غالي علينا وعلى الرماد كلهم ومثل تعرف يعني يعطي حافز حق الجيل القادم لما انت تقعدين وتشوفين التكريم وتشوفين لقاء طيب والحنون على عياله فانت تضطرين ودك تنجزين مره ثانيه عشان انت تقابلينه بروحك والأمانة ما قصر قابلنا كلنا احنا ويا اعضاء مجلس اداره وكان كلامه جدا طيب ووعدنا خير حق الاولمبيات القادمه باذن الله وإن شاء الله إحنا نكون عند حسن ظننا ونيلة بالذهب إن شاء الله بإذن الله وإنتوا ذهب ومنديرة ذهب وما تجيبون إلا الذهب يا أستاذي لكن أنا بسألك أبي أقول لك مستوى الرماد في الكويت مستوى جميل جدا ما بين خلنا نقول الخليج والعرب وآسيا مثل ما أنت قلت مستوى اللعبة مستوى رائع جدا شنو يحتاج الرامي الكويتي بغض النظر عن التجهيز والأمور هذه لعبتكم مكلفة جدا زين يمكن أنا أحد الناس اللي كانت لي ارتباطات مع نادي الرماية من خلال تغطيات وهذا وشفت شلون انتوا تعانون من خلال التجهيز وغيره لكن شنو يحتاج الرامي الكويتي عشان يتميز اكثر واكثر واكثر عن الرماة اللي بالعالم ما نبي نقول بالخليج او الرماة العرب احنا شوف التميزون عنا الايطاليين مو يتميزون عنا يعني لا بالكويت الكويت هي مقصره وسباقه بهالامور انت مثلك عارف يعني لله الحمد يعني احنا يجهزونها بالمعسكرات والامور كلها عندنا بس انت لما تقول يعني مثلا الفريق الاولمبي الايطالي شنو يقرون الساحلة مثلا يطلعون شنو طوكيو الحين مثلا اليابان شنو المناخ عندها الجو شنو مكاينها اللي تستخدم شنو الأطباق المستخدمة فيروحون يأخذون الأمور هذه كلها ويبونها إيطاليا حق رماتهم مثلا أنت عارف إيطاليا كبيرة مثلا صحيح. واحد منطقة متأهلين كل المتأهلين الستة كل شيء اللي يطبق على هذا يطبق على الثاني حلو يعني مثلا التارجت هذا عنده التارجت عنده الثاني الماكينة عند هذا الماكينة عند الثاني اللبس موحد أمورهم كلها موحدة فمو هم سباقين لأن هم يصنعون الأمر هذا وهم يدزون حق اليابان مو يعني مو اليابان تطلع هي تصنع هم يدزون شلون إحنا نوظف يطلعون اليابان شنو تبي يعتمدونه بعدين يعطون رماتهم فيدربون الفترة هذه المتواجدة يدربون فيها نفس الأولمبياد بالضبط إحنا لو تطلب منهم ما يقبلونك لأنهم ما يبون منافسة لهم صحيح يعني هم ماخذين 3 ميداليات بالرماية احنا ماخذين ميداليتين يعني هذا وايد زين يعني لما تكلمني انت تقول لي الطليان ماخذين 3 واحنا ماخذين 2 احنا ماخذين ذهب وبرونز هم ماخذين ذهب و2 برونز يعني نفس الشيء نفس الشيء خاصه ان هم هي الدوله المصنعه خلينا نقول لهذه الامور وهي الدوله المنتجه لهذه الامور لكن ابنائنا ابوا الا ان ينافسون حتى الدول المصنعه لهذه الامور
شنو الرسالة اللي توجهها لكل من ساندك بهذه الرحلة الجميلة؟ طبعاً الأمانة كان الشعب الكويتي جداً متفاعل يعني جزاه الله خير، ودعواتهم الأمانة يعني يمكن 1000% بهذا الإنجاز، يعني لهم دافع كبير لنا كانوا، ولنا إحنا كنا يعني جداً متشجعين. كنا يعني إحنا تدري الغالية الأولمبية تكون كل فريق له شق، كنا إحنا بالشق ونشوف وسائل الإعلام والميديا شنو قاعد يتكلمون عنه. الأمانة يعني شجعونا، أقول لك يعني الأمر ما يوصف الأمر، الحمد لله. الشارع كان جداً تستاهلون يعني تستاهلين طيب الله يسلمك. إنزين، الرسالة الموجهة خلنا نقول لأي شخص أستاذ سعود قاعد ببيتهم ما نفض الغبار من على كتوفه وإلى الآن عنده بذرة إبداع لكن مو عارف يبلورها، أمامك سعود الكندري، منك للكاميرا شو تقول له عشان يتحرك ويحرك خلنا نقول كمية الإبداع والشغف اللي بداخله عشان يوصل ما شاء الله إلى المرحلة اللي أنت وصلت لها؟ طبعاً إذا هو لا يعني لا مجال بالرياضة يتواجد باللعبة اللي هو اللي يحبها، حلو، عشان يخدم فيها الكويت يقدر يرد 1% اللي هي أعطتنا. يعني إحنا اليوم ترى الأمان يعني فترة الصبح فترة العصر ترى كلها بالنادي، يعني ما يمكن بعض الناس يشوفون الرياضة يقول لك رايح سياحة رايح، لا ترى الأمان يعني من الساعة 9 للساعة 12 الظهر أنا أكون بالنادي، ما شاء الله. أرجع البيت غدا، من الساعة 3 للساعة 5 أنا أكون بالنادي، يعني فترتين مو فترة واحدة. اليوم خذناك إحنا من النادي؟ لا لا اليوم الحين مكفين، اليوم ويكند مرتاحين، لا مرتاحين يعني بينا شهر شهرين مرتاحين. يلا يعطيكم العافية. فنفس أخو يعني إخواننا اللاعبين غدا ملاعبين ميدان يعني ترى جدا متضررين، لأن تدري تصير ارتباطات في سفرات وبعض تدري بعض اللاعبين متزوجين لهم ظروف ما يقدر يهد بيته أكثر من فترة شهر شهرين. ترى إحنا نتواجد معسكرات مدة شهر 20 يوم، تدري أهلك بالبيت موجودين، يعني هم في ضغوط عليك ضغوط نفسية، بس لله الحمد بعض الأمور يعني نتغلب عليها عشان نقدر بس نطلع اسم الكويت بصورة حسن. الكويت تستاهل وأنتم تستاهلون كل خير، تستاهل الطيب والرفعة. الكلمة الأخيرة، وأنا دائما أقول الشباب الكويتي ما عنده كلام أخير، عنده صرخات إبداعية متواترة. أنا برامج الثانية قمت أقول هالكلام منك. صحيح. إيه؟ قمت تقتنصين الكلام مني يا ماني. يس. أستاذ سعود، شو اللي حاب توجهه لأي شخص قاعد يطالعك عبر كويت سبورت وعبر شاشة تلفزيون دولة الكويت؟ الله يوفق الرياضي وكل مبدع للدولة هذه. والله يوفقكم انتم مبدعين الأمانة، انتم على قولتهم الجنود مخفيين، انتم اللي تطلعونه وتبرزونه في والله تستاهلون كل خير، تستاهلون اكثر من والله مشكورين، واحنا عيالكم ومنكم وفيكم، واحنا نستانس للامانه ونرتقي بالابداع اللي انتم تقدمونا. راح ننتقل الفقره، راح اصور مع استاذ سعود الكندري. خلاص طلعنا الفقره، كان صوتي لازم اعرف شنو هي الفقره عشان هو تقرير تقرير ايه؟ اذا فاصل ونواصل، خليكم معنا. خليكم معنا مش عشان خاطر هالبلد يرجع لنا كل شيء وعد بدينا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد عبد العزيز، احد شركاء في شركه تايم بيس للهدايا والكماليات. احنا هنا عندنا مشروع بسيط عبارة عن ساعات واكسسوارات اللي تختص بالساعات، عفواً الساعات مجال كبير، مجال راقي، مجال الناس كلها تحبذ ان تدش فيه تشوفه تفهم شنو قاعد يصير فيه، شلون اقدر اواكب الموضة، اقدر اواكب الافكار اللي تطلع، طريقة المكاين اللي الشركات الكبيرة العالمية تسوي هالساعات. فلا الشخص لما يبي ياخذ ساعة في أبعاد وايد من وراء الساعات هذه. إحنا مجموعة شباب متعلقين بهالمجال، حابينه، من نقرأ عنه ونشوف ونطلع عليه، حبينا أن نفيد الناس ونستفيد بنفس الوقت، أن نوفر الساعات من برا الكويت، نوردها للكويت ونداور الساعات اللي موجودة فيه. أشخاص يبي يبيع ساعة، يبي يغير ساعة، يبي يبدل. الساعات اللي متوفرة عندنا جميعها أصلية، أغلبها إذا مو كلها ثمينة، ما عندنا الساعات البسيطة، تكون ماركات عالمية معروفة. طبعا هذا النوع من الأنشطة اللي احنا نمارسه شيء موجود بالعالم كله، يتعاملون فيه وايد ناس، لكن أنواع وطبعا عرض وطلب، كل بلد عليها طلب من موديلات معينة، شباب اللي فيها، الكبار، نساء، بنات، حريم كبار، العموم يحب، احنا شعب يحب يكشخ ببساطه.
فالشعب هذا شعبنا يحب الأمور هذه، إحنا نورد هالأمور بطريقة مختلفة، نعطي معلومة، نعطي باكراوند عن الأمور اللي تصير تخص الساعات. مجال ثاني قاعدين نشتغل فيه ونحاول نزيد إمكانياتنا فيه بعد، اللي هو الإكسسوارات المختصة بالساعات، سواء سترابس اللي هم السيور المختصة بالساعات، في أشياء سبورت، أشياء كلاسيك، في عندنا أكسسوريز اللي لحفظ الساعات، عندنا أمور الساعات اللي عارفينها التماتيك، إذا واحد فترة معينة من الوقت ما لبسها توقف، في بوكسات يسمونهم بوكس وايندر أو سوري واتش وايندر، البوكس هذا مختص إنه لما تحط فيه ساعة وأنت ملابسها يقوم بعملية تدوير الماكينة بحيث إنه الأوتوماتيك كأنك لابسها فما توقف. هذه الأشياء تساعد وايد ناس، وبنفس الوقت مو متوفرة بالكويت بالذات هذه الأمور. إحنا نوردها بأنواع جودتها عالية وموجودة. هذا النوع من المشاريع فكرنا فيه لأن بدايتنا كانت إن إحنا هواة نحب الساعات، ندور هالأمور ما حصلناها، ولا نشوف الساعات لكن ما نقدر نحصل الموديل اللي نبيه أو الأمور اللي نبيها. بلشنا هني بهالأمور والحمد لله الله وفقنا وقدرنا نوردها حق الناس، ونورد ساعات وإكسسوارات والست كامل إن شاء الله. أحب أقول إن إحنا هني بالكويت الحمد لله عندنا أمور وايد تسهل لنا. إحنا مثلاً لما حبينا هالهواية وبلشنا نشتغل فيها الحمد لله رب العالمين الله سهل وما واجهنا ذيك الصعوبات. يعني وقت فترة التخطيط كنا متوقعين صعوبات أكثر من اللي واجهناها، الحمد لله رب العالمين تسهلت الأمور وقدرنا نحط كل اللي نبيه بشغلنا. وأنا أنصح كل شخص يحب شيء معين أو هواية معينة إنه يسترسل أو يتوكل على الله، ورب العالمين يحب الشخص اللي يسعى. ما عنده شيء اسمه صعب، هذا هو الكويتي وهذا هو الشاب الكويتي المبدع، هذا هو الشاب الجميل. عموما وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا اليوم في برنامج كلي فخر، وصولا الى التثبيت على ايادي الابداع الكويتيه وبصمات الانجاز الكويتيه. بكذي مني لكم فمان الكريم ومع السلامه. وماني مع السلامة، ونلتقي فيكم بإذن الله الأسبوع الجاي نفس الموعد، same time same place على same time same place على قولة هاشم. وشكرا على حسن المتابعة، كلنا فخر فيكم ومعاكم، والله لا يحرمنا منكم. باي. شوي غاب لكن ما رد لنا عشان